كتاكيت للبيع، 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 تعال تعال، كتاكيت للبيع، تعال يا ولد اشتري لك كتكوت. يا ما تقول لي تحت انا بس اللي انا اريد اكل ايه افا فانت لا تجيب لي انا شيء انا لا ما تجيب لي انا شيء اريد ماما جابت يا امي مش خلي عامل لكم واجيب لكم كتاكيت للبيع تعال يا ولد كتاكيت للبيع كتاكيت للبيع كتاكيت للبيع شلونك خالد هلا اذا نبيع الكتاكيت خالد الكتكوت الواحد ب 500 خاله وين اخذهن كلهن منك خاله هذا الواحد ب 500 ابيعهن كلهن اليك ب 4000 لا خاله راح اعطيك 3000 لان والله اولاد حبون ويريدوهم هاك هاي 3000 خاطر الاولاد ايام زمان ذكرتوني وانا صغير يلا خاله ذن يستاهلون هن ذن خساره اعطيني هاك خاله كف يلا خلاص كف يلا ما بتاعي جيب الصندوق يلا اخذ الصندوق كمشي يلا خاله اساعدك يلا ما يلا ماما داك واحد خاله داك واحد خاله يلا يلا خذوه ماما وغادي ببيتك المقصر يلا يلا ماما جبت لكم تريدون الكتاكيت يلا انتم لعبوا وياي ولا وتقاسمون وانا رايحه على البيت يلا بعد لعبوا به اللعب لعبوا لعبوا انا لي ثلاثه لا انا علي كل ودي انا سنين انا علي كل ما اقوى لكن امي هذا قوي هذا قوي انا اريد ان كل ترى انا اريد ساعه ما اتي بس انا ثلاثه انا كل ثلاثه علوي شكو ده الجيران عبودي وحمودي جايبين كتاكيت خراب انه والله بيهم بوقه شو تقول ناخذ تكاتيكهم ونبوكهم ونبيعهم بسوق الجمعة ويصير عندنا مصرف من هذا زين مشينا يلا شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ذن التكاتيك والله حلوات اقول لكم ذن التكاتيك شنية؟ انتم مو تشوفون هذا الدجاج اللي نشتريه ونذبحه وناكله؟ هن ذن نفسيتين شو تقولون نعطيكم اسوي لكم في جام نوت تسوونها لكبرهن؟ اوقف عن نعطيكم اياها يلا حسوقي ها هسه اكبرهن واجيبهن انتظروني عمود انا اللي وين اسوقين كلك هذول راحوا هاي عم تاي تحتر هاي بيدرون هاي في ثاميات ويكبرون هي لا كذابين ذولا حرامية فاكوهن وخذوهن بعد ما رجعونهن اي ولا تصير اتورى بكر وبعد ما رجعون على حال كل الماما يكونوا يلا تجيلك لك خوش فكرة انا مو خوش فكرة وقناها لهم بعد ما رجعهن حصل به المصرف على عونين وجايين شو اسمه ناس وضاحكين عليهم ماخذين كتاكيت هم ما يعرفون احنا بيت من هو ابو بابي حطاك اي والله والله امور نعم يلا نشوف علاوي 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 يلا شيلنا يلا شيلنا يلا شيلنا خلينا نعمل
خلي احسبهن بالله. الف، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000. 7000 خربني والله. انت لك 3000 وانا لي 4. يعني اثنين وانا فكرت بالفكره. يا